شهادات وثقتها وكالة رويترز تتحدث عن تفاصيل بدأت خيوطها تتكشف بعد 18 ساعة فقط من بدء اعتصام الطلبة في أحد مباني حرم جامعة كولومبيا، تضاف للقطات فيديو وصور وثقتها هواتف المحتجين لسبع حافلات نقل للمحتجزين أوقفتها الشرطة جنوبي الحرم الجامعي. نستذكر معها اللحظات الأخيرة قبل فض الاحتجاج المناهض لحرب غزة بجامعة كولومبيا في الأول من مايو الجاري، تحديدا الساعة 8:18. تفاجأ الطلاب برسائل إلكترونية من إدارة الطوارئ بالجامعة تحذرهم ابقوا في أماكنكم من أجل سلامتكم، عدم الامتثال للتعليمات قد يعرضكم لإجراءات تأديبية. وبعدها بحوالي الساعة فتحت بوابات الجامعة الجنوبية ليدخل عشرات من أفراد الشرطة يعتمرون الخوذات ويحملون الدروع، وفي غضون دقائق أجلي جميع من في المبنى من صحفيين وطلبة وغيرهم عدا الطلاب المقيمين في السكن الجامعي. في غضون ساعات فقط العشرات ألقي القبض عليهم بتهمتي السطو والتعدي على الممتلكات، بينهم طلاب وموظفون بالجامعة، ثم أخلت الشرطة كافة الخيام وفضت الاعتصام بالقوة. وقبل ذلك كان المشهد معاكسا، المحتجون المعتصمون ظهروا على شرفة مبنى هاملتون، كان معظمهم يرتدون قمصانا تحمل شعار جامعة كولومبيا ويضعون كمامات سودا، بينما كانت الشرطة تتأهب خارج بوابات الجامعة في مانهاتن فضلا عن طائرات مسيرة لمراقبة الوضع من السماء. دعونا نستمع لما قالته رئيسة جامعة كولومبيا نعمة شفيق حول ما حدث في قاعة هاملتون بالجامعة. Academic leaders talked with students for 8 days and nights. The university made a sincere and good offer, but it was not accepted. A group of protesters crossed a new line with the occupation of Hamilton Hall. It was a violent act that put our students at risk, as well as putting the protesters at risk.